أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الثقافية، والبداية بالعناوين. وزير الثقافة يشرف على ندوة علمية حول تكريس قيم المواطنة والسلم الاجتماعي. صدور أول موسوعة موريتانية تتناول الفقه الملكي. التقاليد الثقافية السموكي تراث عريق في ذاكرة الأجيال. وفي فقرة ضيف النشرة مشاهدينا نستضيف لكم الأستاذ الباحث عثمان واقي. أهلا بكم في التفاصيل. نظمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مساء أمس في نواكشوط ندوة علمية تحت عنوان معا من أجل ترسيخ قيم المواطنة والسلم الاجتماعي. أشرف على الندوة وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيد محمد والمحم، وأنعشتها نخبة من رموز الثقافة والفكر والإعلام. تقرير شيخنا والأحمد. تناول مهرجان بولي الثقافي جانبا أساسيا عن حياة المجتمع السونيكي وما تميز به من إبداع وتفنن في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية. مهرجان بولي الثقافي نفض الغبار عن تاريخ الثقافة السونيكية العريقة من خلال إبراز معالمها الأصلية وريادتها في إبداع وابتكار الصباعة السونيكية والطبخ والنسيج الذي تناقله الجيل المعاصر عن الجيل القديم. ما زال تراث المجتمع السونيكي راسخا في ذاكرتهم، محافظين عليه ومتمسكين بمبادئه وقيمه الاجتماعية الأصيلة التي كان عليها السلف. كما تضمن فعاليات المهرجان أنواعا من الأناشيد والرقصات والإسكتشات عكست صورة صادقة عن تقليد المجتمع السونيكي العريق. كلية الآداب بجامعة نواكشوط ندوة لنقاش مضامين أول موسوعة موريتانية في الفقه المالكي، وتتناول الموسوعة بالتنظيم والتأصيل فقه مذهب الإمام مالك، وهي من تأليف الدكتور الباحث سيدي لمين بن ناصر. تقرير حول الموضوع مع الزميل محمد بن طلحة. باحثون وأكاديميون وقادة رأي يناقشون في ندوة علمية بنواكشوط موضوع ترسيخ قيم المواطنة والسلم الأهلي. الندوة منظمة من طرف اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم برعاية وإشراف وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي بيّن أن الدولة الموريتانية قامت منذ تأسيسها على المواطنة، وظل التنوع الثقافي عامل وحدة وانسجام للمجتمع. كل مكونات المجتمع الموريتاني عبر التاريخ عاشت في انسجام كامل، وعلى الأقل الصراعات التي قامت على هذه الأرض لم تحمل يوما طابعا عرقيا أو إثنيا في أي ظرف. مع نشوذ الدولة الوطنية طبقة سياسية حاولت، وهو دائرة محدودة من الطبقة السياسية وفي نواكشوط، لكن الموريتانيون في الداخل، الموريتانيون عبر القرون لم يصارعوا إطلاقا، وكانت كل دوافع الصراع قائمة في مجتمع بدوي يصارع على الكلى وعلى المرعى وعلى الماء وعلى كل، حتى على السلطة، كل عوامل الصراع اللي كانت موجودة. لكن في يوم من الأيام لم يكن العامل العرقي هو ما يذكي، هو الذي المذكي الأول للصراع نهائيا. عروض الندوة تناولت مفاهيم المواطنة والسلم والتعايش بين المجتمعات. اخترنا هذا العنوان لدلالته، معاً من أجل ترسيخ قيم المواطنة والسلم الأهلي، وأنتم تعرفون ما للسلم الأهلي من أهمية، وتعرفون أيضاً دور المواطنة في الرقي بالمجتمعات وإسعادها، وبالتالي نحن مجتمع متماسك، مجتمع ملتحم، مجتمع له تاريخ مشترك، مجتمع له حاضر زاهر وله مستقبل يتطلع إليه.
الندوة العلمية خلصت إلى رسائل موجهة من الشعب، مفادها التمسك بالوحدة ونبذ كل ما من شأنه تهديدها. كانت ردة فعل المجتمع الموريتاني بمختلف أطيافه بقواه الحية بساسته بمثقفه، كانت ردة فعل واضحة، وهي ردة الفعل التي مفادها أن هذا الشعب على اختلاف أعراقه على اختلاف مشاربه الاجتماعية مسعاه الدائم التاريخي الحاضر والمستقبل هو العيش المشترك على أساس من الوحدة والتكافل. وجاءت التظاهرات الجديدة في سياق الحراك الثقافي الذي تشهده البلاد خدمة للتنمية والوحدة الوطنية. إذن مشاهدينا، كان ذلكم العنصر الخاص ب النشاط الذي حضره وزير الثقافة. نعود للخبر الثاني في هذه النشرة، حيث أقامت كلية الآداب بجامعة نواكشوط ندوة لنقاش مضامين أول موسوعة موريتانية في الفقه المالكي، وتتناول الموسوعة بتنظيم والتأصيل فقه مذهب الإمام مالك، وهي من تأليف الدكتور الباحث سيد الأمين بن ناصر. تقرير حول الموضوع مع الزميل محمد بن طلحة. جلسة علمية مخصصة لتقديم كتاب الموسوعة المالكية المؤصلة لمؤلفها الأستاذ سيد الأمين بن ناصر، ونقاش مضامينه العلمية والفقهية التي تمحورت حول جمع وعرض فكرة عامة عن المذهب المالكي عبر جمع تراثه وتقديم صورة مكتملة حول مختلف جوانبه الفروعية والتأصيلية. يسعد جامعة نواكشوط ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن تدعوكم اليوم لحضور أول موسوعة في المالكية تتعرض لتنظيم فقه المذهب وتأصيله من الكتاب والسنة وربطه بالواقع الذي تعيشه الناس. وقد قدم مؤلف هذه الموسوعة الأخ الفاضل الدكتور سيد الأمين بن سيد أحمد بن ناصر جهدا كبيرا في إخراج المذهب من صورته التقليدية إلى صورته المنهجية المعاصرة. الموسوعة حاولت تقديم صورة للمذهب المالكي ومزيته ومدى انتشاره وتقبله في مختلف البلدان. وركزت الموسوعة أيضا على الثغرات التي رافقت المذهب كغياب التأصيل في مجمل الأحكام الفقهية داخل المذهب تأصيلا يربط الحكم بأصله التشريعي قرآنا وسنة، واعتمدت في منهجيتها التنظيم والضبط والتبويب حسب مقتضيات العصر وحاجة المذهب إلى ما سطر في المذاهب الأخرى والمجامع حول المستجدات العصرية. جهد مقل يقبل على علاته، لا أدعي فيه أنه أحاط بالمالكية ولا أنه كابل، أدعي فقط أنه أهار بعض الإشكالات وحل بعض المشاكل التأصيلية التي كانت مستأصلة وبين الفرق بين مالكية الأصل ومالكية الفرع. فمالكية الإمام مالك كانت مالكية الدليل، ثم بعد ذلك جاءت مالكية رسخت المذهب من جديد، وهذا أمر طبيعي. فقهاء وأساتذة وباحثون أشفعوا هذه الجلسة بمداخلات بيّنت قيمة هذا العمل باعتباره جهدا موسوعيا يهدف إلى ربط الفروع الفقهية داخل المذهب المالكي وأحكامها بأصولها التشريعية. وثمنت المداخلات طرق الموسوعة لبعض المستجدات العصرية والتي تقتضي موائمة بينها والأحكام الشرعية. وأكدت المداخلات أيضا أن هذا العمل هو امتداد للمدرسة الشنقيطية الرائدة في مجال التأصيل وربط فروع المذهب بالأصول، وهو إضافة قيمة للمكتبة الفقهية عموما والموريتانية منها خصوصا. شهدت بولي بولاية قيدماغا الأسبوع المنصرم تنظيم مهرجان بولي الثقافي الذي يهتم بمختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع الصنوكي الذي يمتاز بعادات ثقافية ثرية ومتنوعة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد تانديا.
تناول مهرجان بولي الثقافي جانبا أساسيا عن حياة المجتمع السونيكي وما تميز به من إبداع وتفنن في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية. مهرجان بولي الثقافي نفض الغبار عن تاريخ الثقافة السونيكية العريقة من خلال إبراز معالمها الأصلية وريادتها في إبداع وابتكار الصباعة السونيكية والطبخ والنسيج الذي تناقله الجيل المعاصر عن الجيل القديم. ما زال تراث المجتمع السونيكي راسخا في ذاكرتهم محافظين عليه ومتمسكين بمبادئه وقيمه الاجتماعية الأصيلة التي كان عليها السلف. كما تضمن فعاليات المهرجان أنواعا من الأناشيد والرقصات والسكتشات عكست صورة صادقة عن تقليد المجتمع السونيكي العريق. لتعليق مشاهدينا على هذا الموضوع معنا في فقرة ضيف النشرة الدكتور عثمان واقي أستاذ وباحث في مجال علم الاجتماع. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريم. أهلا وسهلا. التقاليد الثقافية لمجتمع السونيكي تعكس أنماط مختلفة كما تابعنا في التقرير، تعكس أنماط مختلفة لمختلف جوانب حياة المجتمع السونيكي. هذا التراث و هذه الثقافة كيف ترسخت في هذا المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما أشرت إليه في مقدمتك، المجتمع السونيكي مجتمع يعني من المجتمعات الإفريقية التي نجد عندها أكثر تقاليدا، ومن المجتمعات التي تحفظ يعني على تقاليدها ذلك من القدم إلى يومنا. وكما شاهدنا في هذه الحلقة يعني المجتمع لدينا يعني هنالك ما نسميه ربط بالماضي حسب عبر الأناشيد، عبر الرقصات، عبر المجتمع نفسه، يعني من الجانب التضامني، من الجانب يعني نرى أننا في مجتمع أبوي تحيمن فيه سلطة الأب أو سلطة الرجل على المرأة. وكذلك هذا المجتمع له خصوصياته، خصوصيات ثقافية يعني فولكلورية، في بعض الأحيان دينية، وفي بعض الأحيان يعني رمزية. فسعى هذا المجتمع إلى يعني إلى القيام بحفظ هذه يعني هذه التقاليد والعادات من الأمس إلى اليوم. وكما رأينا شاهدنا يعني قد لا يختلف يعني الفولكلور الذي رأيناه آنفا مع الفولكلور الماضي، إلا أن يعني ككل المجتمعات هذا المجتمع تطور أو دخل في الأولمة، وذلك يحاول أن يتمسك يعني بالرموز الثقافية والرموز يعني الأعيرية والرموز يعني والرموز اللي وكل رموز اللي تتعلق يعني بتنظيم بنظام هذا المجتمع من ثقافيا دينيا علميا إلى آخره. هذا الفولكلور والتراث اللامادي هو من أبرز سمات التراث الثقافي عند هذه المجموعة الوطنية، خاصة الرقصات الإيقاعية وفنون الطبخ إلى غير ذلك. ما هي مصادر وجذور هذه المخيلة الثقافية العامة في الفضائين الوطني والإفريقي؟ حقيقة لما نتحدث عن يعني التاريخ يعني هذه الخصوصية الثقافية عند تاريخ طويل يعني تذهب بنا إلى مملكة غانا. وكما تعرف مملكة غانا من أول مملكة أو أول إمبراطورية يعني أول إمبراطورية عاش على يعني إفريقيا من موريتانيا إلى مالي وإلى النيجر وحتى السنغال إلى آخره. وقد كان لديها يعني نظام اجتماعي وثقافي وديني. هذا النظام يعني رغم أن السونيكي هاجروا إلى العديد من البلدان، ورغم سقوط غرناطة يعني من العصور، فالسونيكيين مهما كانوا أو مهما ذهبوا يعني ما زالوا يحتفظون يعني بتلك الرموز الثقافية. وكما تعلمون يعني كما رأينا في هذا المقطع يعني السونيكيين محتفظين يعني بالثقافة بالثياب بالرقصات، وكذلك بما نسميه الأناشيد. هنالك أناشيد تخص ما خاصة يعني أناشيد العرس أو الزواج عموما، وهنالك أناشيد تعود بالفلاحة،
بالصيد إلى آخره، من ضمن يعني كل أنشطة، لكل أنشطة نوع من الأناشيد، من نوع من خاص من نوع خاص من الشعر، يعني هذا ما زال محتفظ إلى يومنا هذا. نعم. طيب، الإسلام واللغة العربية مقومات كبرى في تاريخ هذه المجموعة الوطنية الهامة، كيف شكل ذلك تأثيرا في الهوية الثقافية والانتماء والعلاقات الأخوية بين هذه المجموعة وباقي مكونات المجتمع الموريتاني الأخرى؟ الإسلام عند السونينكيين يعني إسلام يعني ليس اليوم، يعني الإسلام إنما من مملكة، من أحد مملكة غانا، يعني هنالك يعني من 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 هذا العهد السونيكي كانوا مسلمين، ثم بعد ذلك حاولوا عبر التاريخ يعني جاولوا يعني خلقوا نوع من الربط بين يعني العادات الحميمه الاسلاميه والعادات التقاليديه الافريقيه، والى يومنا هذا فهنالك تعايش صدمي بين العادات الاسلاميه والاخلاق الاسلاميه والعادات الافريقيه والعادات السونينكيه. وكما ترون فاننا يعني في حفل الزواج، في حفل في كل الاحتفالات هنالك عادات اسلاميه، هنالك عادات ما نسمي عادات محليه، عادات سونينكيه، فحاولوا الربط، فقد يعني خلقوا نوع من الربط الى يومنا هذا، احتفظوا باسلامهم ودينهم وكذلك احتفظوا بعاداتهم، فهذه العادات لا تنعكس الدين، وكذلك الدين ليس ضد يعني هذه العادات. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ الباحث عثمان واقي، أستاذ وباحث في مجال علم الاجتماع، كنتم ضيفنا في هذه النشرة. شكرا، شكرا جزيلا. الله. أعلن مساء أمس في نواكشوط عن رحيل الصحفي بقناة الموريتانية العميد با أبو المدير المساعد للقناة الثانية، ويعد الراحل أحد أعلام الساحة الإعلامية والثقافية الوطنية، ويتميز بسعة المعرفة والتدين ومكارم الأخلاق. ورقة عن الراحل مع الزميل شيخنا والأحمد. وجه محبوب وصوت وقور ولسان رطب بذكر الله وقراءة القرآن الكريم. باء أبو صنبا صحفي ألفه المشاهد مقدما للنشرات الإخبارية والبرامج باللغة البولارية، وعرفته المساجد مواظبا على إعمارها. عاش مسالما حسن الخلق، وكان غزير المعارف، خبيرا في أنساب وتاريخ المجتمع الموريتاني بكل مكوناته. نهل من معين العلوم الشرعية واللغوية في محاضر فوتا وغورغل والبراكنا، وكان محبا للغة العربية متقنا الحديث بها. أنتج خلال سنوات عمله بالتلفزة الموريتانية الكثير من البرامج والتقارير الثقافية التي ساهمت في إثراء المادة الإعلامية للقناتين الأولى والثانية، كما واكب إنشاء القناة الثقافية وسجل بصماته المميزة فيما تقدمه من محتوى قبل أن يرحل بصمت، كما عاش مخلفا خسارة في الحقل الإعلامي والمعرفي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح الجنان. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نهاية هذه النشرة الإخبارية الثقافية من قناة الموريتانية والقناة الثقافية. نعود لنذكر بأبرز العناوين. وزير الثقافة يشرف على ندوة علمية حول تكريس قيم المواطنة والسلم الاجتماعي. صدور أول موسوعة موريتانية تتناول الفقه المالكي. التقاليد الثقافية للمجتمع السنوكي تراث عريق في ذاكرة الأجيال. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحية من فريق العمل، إلى اللقاء.